لمعرفة آخر التطورات الآن في اللاذقية وريفها. ينضم إلينا من هناك مراسل شبكة شام الإخبارية سلام عبد الكريم. مرحبا بك معنا سلام. مرحبا بك يا سلام. لو تعطينا أهم التطورات الميدانية في اللاذقية وريفها. نعم، بعض المعارك شهدها ريف اللاذقية في معركة أحفاد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والتي دارت رحاها على مدى أكثر من أسبوعين، حرر خلالها مقاتلو الجيش الحر أكثر من 15 منطقة. كانت قوات الجيش النظام يتواجد فيها ويقصف بها مناطق ريف اللاذقية وبالأخص جبل الأكراد. استطاع الجيش النظام استعادة معظم هذه المناطق، للأسف بعد نقص حاد جدا بالذخيرة والسلاح، بالإضافة إلى عشرات من الجرحى وشهداء قضوا في هذه المعارك، مما اضطرهم إلى الانسحاب بعض المناطق بعدما سطروا أروع البطولات وأروع المعارك في صد محاولات نظام اقتحام هذه المناطق في أكثر من مدة، وكل يوم على مدى 24 ساعة. الآن هدوء شبه حذر على معظم جبهات القتال ومعظم على معظم القرى التي استعادها النظام، وأيضا هناك هدوء حذر في المناطق التي يتحصن بها مقاتلو الجيش الحر. وهناك بعض المناوشات على محور النبي يونس، البارحة تم تدمير دبابة على هذا المحور بقذيفة دبابة من مقاتلي الجيش الحر. القصف عنيف جدا متواصل على مدى كل يوم ومن جميع أنواع الأسلحة، لا سيما قصف الطيران الحربي بالميج والسوخوي على مصيف سلمى وريف اللاذقية بشكل عام. البارحة أو أول البارحة وقعت مجزرة مروعة جدا في مصيف سلمى، راح ضحيتها أكثر من 13 شهيد، قضوا بإثر برميل TNT رمت به الطائرات المروحية على هذا المصيف. أيضا شهدت قرى كنسبة والقرى المحيطة بها قصفا عنيفا من المراصد المحيطة بهذه المناطق. أيضا امتد القصف إلى قرى جبل التركمان، سيما ناحية ربيعة والقرى المحيطة بها من المراصد المحيطة بها، بالإضافة أيضا إلى قصف الطيران الحربي والطيران المروحي. بشكل عام قصف عنيف جدا على معظم القرى المحررة في ريف اللاذقية. نعم، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات من اللاذقية، مراسل شبكة شام الإخبارية هناك سلام عبد الكريم. سنكون معك في حال ورود أي جديد.